في ناس كتير قوي عملت لي منشن للصوره دي، ده ايس كوفي يعني، وقالت لي عايزينك تعمله. انا مش عارف ايه الموضوع الصعب يعني فيه، بس ممكن يكون الناس مش عارفه ايه مثلا المكعبات اللي هي البني والكلام ده، وانا هقول لكم ايه هي دي المكعبات البني. المكعبات البني اصلا هي الكوفي ذات نفسه. بصوا الموضوع سهل جدا جدا، وتعالوا نعمله مع بعضين. هتجيب كوفي عادي خالص، كيس نسكافيه عادي خالص بجنيه، وتجيب كوبايه تفضي فيها، وتجيب الازازة تملى كوباية مية، وتدوب الكوفي كويس جدا جدا في المية. لا 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 لا، باين لك لوجو كده حبيبي، باين اللوجو يا بابا. اللوجو ده اهم انا مني شخصيا يا باشا، كي ايه كريم اسماعيل. افضل قلب 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 قلب. مرة قوي. تمام كده دوبنا القهوه كويس جدا جدا. هتجيب قالب تلج عادي خالص، هتلاقيه في التلاجه عندك، هتجيب كوبايه، هتجيب اي حاجه تحط فيها النسكافيه ده عشان يجمد يعني. وطبعا هو كان موجود في الفيديو ان هو مربع، فانا جبت قالب مربع عادي خالص. المفروض بقى المفروض ان انت تجيب بقى القهوه دي تحطها في القالب ده بقى من غير ما تجيب العيد. طبعا ده مستحيل، احنا هنجيب العيد اصلا، فانا لو صبيت كده وش كله هيقع. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ احنا نجيب المعلقه دي وما وراناش حاجه بقى، واحده واحده. لا ما انت لو مستنيني ان انا اصب برده واخلص الدنيا، لا يا حبيبي، ما مش انت حبيبي اللي هتنضف يا حبيبي. لا يا بابا، ما انا لو عملت كده كل يا باشا هيقع على الترابيزه، وانا اللي هنضف في الاخر. اضحك اضحك اضحك، انا يا باشا انا خليها يا باشا زي ما انا جيت. حب فين اللي بتسهروا له الليل يا، وبعدين حد انت دور عليه. تمام ده كده بقى شكله. طبعا تسالني طبعا انا ليه ما عملتش دي، ما اعرفش بصراحه يعني، انا حسيت ان جينا متناسق فاهمني. المهم يعني ده كده بقى شكله عادي خالص، وهتحطه زي التلج بالظبط، هتحطه في الفريزر 24 ساعه، بعد كده نرجع ونشوف هنكمل ازاي. 3 اسابيع عشان اصور الفيديو ده. انا بص يا جدعان، انا بنسى الحاجه اللي في التلاجة، انا حلقت وبقيت شخص جديد وبقيت انسان جديد واتغيرت وكل حاجه اتغيرت في الحياه خلاص. ما علينا، ده بقى شكلها بعد ما اتجمدت. نسيبها على جنب، نجيب بقى بتاعتنا، نجيب اللبن. انا هنا بستعمل لبن اللي هو بودره، ده بيتباع بالكيلو يعني والكلام ده، بهاته عشان موفر جدا جدا وجامد جدا جدا. ادي معلقه، ادي الثانيه، ادي الثالثه. السكر بتاعنا تمام، نجيب الميه بتاعتنا، شويه ميه صغيره، ونقلب. نجيب بقى القهوه بتاعتنا اللي هي تلج في نفس الوقت يعني الاثنين يعني، ونحطها دي واحد. يا ابني انت تلج غدار على فكره، عشان انا في عداوه بيني وبين التلج اصلا، انا مش فاهم اقسم بالله. تمام نزود بقى شويه ميه، لان احنا كنا حاطين اصلا شويه ميه صغيرين يعني. يوال نقلب بقى، وبقى عندك ايس كوفي زي الصوره بالظبط يعني. هي الفكره بتاعتها بسيطه جدا جدا، وحلاوتها ان انت التلج ذات نفسه اصلا بيبقى القهوه يعني. في الايس كوفي الطبيعي التلج لو ساح مثلا على القهوه والكلام ده بتحس انت بتشرب ميه، لان الميه بتاعت التلج طبعا ساحت، فالميه بتزيد قوي على القهوه. لكن هنا الموضوع ايه منه فيه كده زميلي، هو لما بيجي يسيح بيزود الطعم اكتر، لان اصلا التلج ده هو القهوه. جامد جدا جدا، ممكن يدوق يعني. كذبوا عليك عندما قالوا لك ان الايس كوفي يتشرب في الصيف فقط. في الصيف والشتاء وفي الخريف وفي كل حته يا زميلي، ده ايس كوفي يا زميلي بيتشرب في كل حته وفي اي مكان في اي زمان. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه. بيكو هنقدر على فكره، ما فاضلش كتير خالص. وتابعني بقى كده على الانستجرام وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. بص تابعني في كل حته تشوفني فيها، تبقى ماشي في الصاله تلاقيني معدي كده من قدامك كده، تتابعني على طول. وطبعا طلبوا طبعا المكنات، واللي طلبوا طبعا الخلاطات والكلام ده، اكتشفوا ان انا اللي بتصل بيهم، وساعات كمان انا كمان اللي بسلمهم والكلام ده. ده لان احنا عايزين نقرب من بعضنا اكتر، مش معنى اننا ورا الكاميرا وانتوا قدام التليفون فيبقى في مسافه بيني وبينكم. لا يا زميلي، هتلاقي زميلي تحت في الشارع معاك، اتصور معاك وبسلم لك الطلب بتاعك. ويعني بحاول ايه نقرب كده من بعضنا، لان احنا كده كده عارفين احنا كده في بعضينا كده، احنا بنحب بعضينا كده. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.